حلم في مسلسل فبركة، بطولة هنا الزاهد، سوسن بدر، طه دسوقي، سينتيا خليفة، محمد رضوان، سامي مغاوري، نور أدري، إيمان السيد، علي صبحي، والإعلامية إنجي علي. تأليف نوران نصار، إخراج صفي الدين حسن. في على الهوى وفي الصدارة وديك جمال لمي بأمارة، عمري شايف إني مذيع واسمي بيرن وبيبيع، مش هممني كلامهم عني ترند، أنا برنامجي فظيع، مزرعتي أنا سعيدة وحوار، بقرب طب تفاح وخيار، برد منه قرالد وحدير وبرجع أنا زي الأبطال. في على الهوى وفي الصدارة وديك جمال لمي بأمارة. دلوقتي جي معاكم مع فبركة. انت بتتنمر عليا يالا، لعبت في عداد عمرك، هقتلك يا كويم، هقتلك يا كويم. لا ده مسدس صوت يا كوديا، منك ليه المسدس الحقيقي اهو، لو حد فيكم استخف دمه تاني هيطلع في ثانية. طب ليه العنف ده بس يا عطو؟ كريم كريم افوقه بايه ده دلوقتي؟ هو البصل اللي هيخليه ينط من مكانه. كريم اف ايه ده؟ ايه ده، هو انت جيت وجبت البصل معاك؟ هو البصل مكمل معانا هنا كمان؟ جيت معاك فين؟ في الاخره، مش احنا خلاص كده متنا وبنتحاسب؟ لازمته ايه بقى البصل ده يا ابني؟ فوق بقى مش ناقص غباءك، احنا لسه عايشين الحمد لله. عايشين؟ عايشين ازاي؟ والمسدس وضرب النار ده خرم ودني، طلع في شنك يا سيدي. طب والبصل؟ لا ده بقى حقيقي، قوم حمره. كده يبقى الكشري خلص، استنى بقى ننادي عطوة يجي ياكل معانا. يا حبيبي انت راجل عشري قوي، معانا مع انه مكل، احنا كمان هنأكله. معلش نعمل بأصلنا برضه. لك ايه؟ انا زهق. هو عطوة متخانق مع حد؟ ايه ده شكله كده، استنى خلينا نسمع. بقول لك ايه، انا مش واخد على الحبسه دي، انا زهق، ولو ما فضيتوش الليله دي انا هطلع اتكلم واقول على كل حاجه، انا مش فاوق لي حاجه ومقطع بطاقتي من زمان، فده اخو انزو ومن غير سلام. سامع اللي انا سمعته؟ ده شكله عامل مصيبه كبيره. هو في مصيبه اكتر من انه خطفنا؟ لا بس شكله متورط في الموضوع ده، او ليه شركه واختلفوا. حلو، هم يختلفوا واحنا نهرب. صبرك سلمى يا حبيبتي. خير يا بابا؟ ممكن تتأكدي لي كده من حاجة؟ ايه؟ مش الصفحة دي بتاعت البنت اللبنانية اللي لقيتيها عند كريم في العيادة؟ يا بابا انا ما صدقت نسيت القصة دي، بتفكرني بيها تاني ليه؟ معلش استحمليني بس، وبص على الصفحة بتاعتها كده وحاولي تعرفي لي اي حاجة عنها، بتشتغل ايه؟ بتعمل ايه في حياتها؟ وليه كل ده؟ هي ما تفرقليش اساسا، وكريم ده خلاص بالنسبة لي بقى ابن خالتي وبس، حدوتة الخطوبة بقى والحب اللي كان ده انتهى خلاص. يقطع كريم وسنين كريم، انا جبت سيرة كريم دلوقتي؟ لا بس اكيد انت بتعمل ده علشان موضوعنا، امال بتتقص عنها ليه؟ ولا تكونش بتفكر انه هرب معاه ومش مخطوف ولا حاجة؟ النجل الحقير الجبان، استغفر الله العظيم يا رب. يا بنتي هو ليه جينات امك طافحة عليكي كده؟ في ثانية ألفت فيلم وورطتيني، وورطت الواد المتكلف اللي اسمه كريم في مصيبة، وانا لسه ما فتحتش بوقي. ايه ده؟ يعني ما كانش هو ده قصدك؟ لا يا بنت منيرة مش هو ده قصدي، انا عايز اجيب قرار البت جوليا دي لأسباب أخرى، أحب أحتفظ بيها لنفسي لحد ما أتأكد منها. ماشي بابا حبيبي، أجيب لك قرارها، ما نجيبوش ليه؟ أيوة كده، ربنا يهديكي. أبركة صبركة. يعني لسه مفيش أي جديد يا شيرين؟ لا والله لسه يا طنط. بقولك إيه يا حبيبتي؟ ما تيجي تتغدي معانا النهاردة، وبعدين تنزلي مع عمك شفيق تروحوا الاسم كده تطمنه، يمكن الظابط يكون وصل لحاجة. ميرسي أوي يا طنط، مش مستاهلة غدا، ممكن عمو شفيق يقابلني هناك في القسم على طول؟ لا يا ستي أنا عازماكي عشان عايزة أشوفك، والله عايزة أشوفك كده وأشكرك على مجهودك في موضوع رامي ده، وهو برضه أشم أي حد من ريحته. أي حد من ريحته؟
صدقني يا طنط الموضوع مش مستاهل خالص. لا 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 انا مش هقبل اي اعذار، هستناكي على الغدا، اوعي تتاخري. ماشي، باي باي. يا لطيف، اخيرا استاذ شيرين عم تضحك. بس بتعرفي انا كتير مستغربة انه كيف عم تضحكي ونحن بعد ما لقينا رامي ولا عرفنا شو رح نعمل بحلقة اليوم من البرنامج. بالنسبة لرامي انا واثقة انها هانت وانه قرب يرجع ان شاء الله. اما حلقة اليوم دي انا شايفة انك تعمليها انت واستاذ عبد الحميد، ايه رأيك؟ يعني بالشوم ورح تتخلي عن رامي والقناة والمهنية؟ لا، ما هي المهنية طلعت في المهلبية من يوم ما اللي زيك دخلوا الشغلانة وجابوا ضرافها. المهلبية اللي مش عاجباك دي جايبالك مداخلة مع عطوة في حلقة النهاردة، هتقلب الدنيا، استعدي بقى. صبرك صبرك. ولأننا كقناة مش ساكتين ومنحاول نساعد في حل مشكلة عطوة وفردوس، علشان نرجع الزميل رامي الزعبلاوي وابن خالته كريم بأسرع وقت ممكن، هيكون معانا مفاجأة كبيرة قوي النهاردة ونقول ألو؟ أهلا، معانا عطوة طليق السيدة فردوس. إيه طليق السيدة فردوس دي؟ أنت تعوفيني بعطوة الجن، عطوة الشبح، عطوة اللي خوابها. إحنا أسفين يا عطوة، أولاً طمنا على رامي وكريم وياريت لو تسمعنا صوتهم. يعني هتسمعي حمائي؟ ده صوتهم ما يتسمعش، ولتتين وحشين نفسهم في اللي ليهم فيه واللي ملهمش فيه. يا أستاذ عطوة إحنا مش عايزينهم يغنوا، إحنا عايزين نطمن عليهم ونطمن أهلهم والجمهور اللي الآن يكون حصل لهم أي حاجة، وهي حاجة تثبت بيها حسن نيتك ومصداقيتك. أنا مش مضطر أثبت حاجة لحد، عطوة معروف بكلمته، محدش يقدر يكذبني. أكيد، هما فين بقى؟ أنت مخطوف منك ليه؟ أيوة عطوة، تعال أنت والبقف اللي معاك كلموا التلفزيون. اتفضل يا عم دينا بقى، بدأنا نهرتل. يعني إيه تكلم التلفزيون؟ هو التلفزيون بتاعك بالذكاء الاصطناعي يعني؟ سامعة؟ مش قلتلك أغبية؟ معلش يا عطوة، كريم حب يهرج معاك. تاني؟ خلاص عديها بقى. طب خد اتنايل. الو رامي انت كويس؟ الحمد لله احنا كويسين. الحمد لله يا رب، الحمد لله. انا كنت خايفة عليك قوي، قصدي عليكم يعني، وطنط منيرة كمان قلقانة عليك قوي، دي عازماني النهاردة على الغدا علشان من ريحتك. ريحتي ازاي يعني؟ هي قالت لي كده. طيب حاضر، لما ارجع ان شاء الله نشوف الموضوع ده. بتاكل؟ بتشرب؟ بتستحمى؟ جوايا قبل هو في ايه؟ مدام حي يوزق يبقى بياكل، امال عايش على التمثيل الضوئي ده لسه ضارب كيس كوشوي. ميرسي قوي عطوة. عطوة يعني الاخلاق، يعني الرجولة، يعني الجدعانة. اكيد، عشان كده انا محضره لك مفاجأة. خيو فردوس وافقت تقابلك بالاولاد ومنكنحها كمان ترجع لك، بس هي عايزة موافقة منك كده قدام الناس انك تسيبها تشتغل. وكلمتي تنزل الارض؟ ده لا ممكن ابدا. ليه؟ الرئيس حنفي؟ لا، الرئيس عطوة. صبرك كما انت كريم يا رب. الحمد لله اخيرا سمعت صوت ابني حبيبي رامي. الف مبروك، والله صوته رد كده وشكله صحته جت على الخط. لو اكبر يا ساتر، حتى الخطف هنتحسد عليه. لا، الحسد مش على الخطف، انت فاهمه غلط. امال على ايه؟ على الترند يا اختي، اللي ابنك كل ما يغيب عنه شويه يرجع يكوش عليه، بكره يرجع القناه وياخد فلوس قد كده. استغفر الله العظيم يا ربي. سلمى يا ماما، مالك يا حبيبتي؟ المفروض يعني انك اطمنتي الحمد لله. هو انا بلحق اطمن يا بنتي؟ صحيح، يا خالتك فين؟ بتعيط. ليه بس؟ عشان عملوا مداخله مع رامي واطمنا عليه، لكن كريم لا. يا رب عوض علي عوض الصابرين. هلاقيها من مين ولا من مين يا رب؟ اللي هو الغدا النهارده. ايه يا منيره، لحسن جعتي يا اختي من الفرحه. دوا الضغط يا سلمى. صبرك صبرك. رامي بقول لك ايه، ده اتغدى ودخل يقيل، يعني يا دوب نلحق نهرب قبل ما يصحى. يا عم نهرب ايه، انت صدقت نفسك؟ طبعا دي فرصتنا. ونهرب ازاي يا فالح؟ البيبان كلها مقفله والمفاتيح في السلسله اللي في رقبته، هتعرف تسلكها من رقبته؟ ليه؟ عشان يقطع لي رقبتي؟ امال هنخرج ازاي؟ ولو خرجنا هنروح ازاي اصلا من الخرابه دي؟
هو واخد موبايلاتنا وفلوسنا وبطايقنا، ده حتى الساعة والكاميرا لهفهم. بقول لك ايه بقى، ما تكلكعهاش، احنا نطلع من هنا بس ويحلها ربنا. وهننزل الشارع ازاي بقى؟ هنطير؟ لا، هننزل على المواسير. انا رامي الزعبلاوي، ترند الصحافة والاعلام واشهر مذيع في مصر، انزل على المواسير؟ انت عايز تدمر برستيج وهبتي؟ ايه بتمين وبرستيج ايه؟ احنا كنا نايمين في زريبة امبارح. لما ترجع بيتك ان شاء الله باخد هبتك وبرستيجك في امين، هيبقوا زي الفل. المهم يلا بينا بس قبل ما يصحى، انا هسبقك حصلني. يا كريم يا كريم، طب خلي بالك لا تتزحلق. اتقلى منك له، حد فيكم قوم يعمل لي كوبايه شاي كوشي. شاي لا اشربه بقى لوحدك. يا كريم استنى، انا جاي انا جاي يا كريم. كلام بنفوس، كلام بنفوس. انا رامي الزعبلاوي، ترند الصحافة والاعلام واشهر مذيع في مصر، انزل على المواسير؟ انت عايز تدمر برستيج وهبتي؟ ايه بتمين وبرستيج ايه؟ احنا كنا نايمين في زريبة امبارح. لما ترجع بيتك ان شاء الله باخد هبتك وبرستيجك في امين، هيبقوا زي الفل. طب وشكلي قدام نفسي وجمهوري وجوليا؟ قلتلي بقى الحكاية فيها جوليا. ما هي مديرة اعمالي، يا ترى لو عرفت ان نزلت عن موسير هتقبل تكمل معايا ولا هتعمل لي بلوك بلوك بلوك؟ شوف يا ابن خالتي، انت لو ما نزلتش حالا هيتعمل لك بلوك من الحياة اساسا، مش من جوليا بس. انت هتختفي وهتفضل هنا صابي العطوة المعفن ده طول حياتك. فبوس ايدك انجز ويلا بينا قبل ما يصحى ويخلينا نخرط له طن بصل تاني. انا هسبقك حصلني. يا كريم يا كريم، طب خلي بالك لا تتزحلق. اتقلى منك له، حد فيكم قوم يعمل لي كوبايه شاي كوشي. شاي لا اشربه بقى لوحدك. يا كريم استنى، انا جاي انا جاي يا كريم. يظهر كده برستيج اتكسر. ما انت غشيم برضه يا رامي، نازل اسحى على الماسوره ولا بتوع المطافي، مش فاهم جبت الثقه دي منين. لا ثقه ولا نيله يا عم، عطوه صحي خفت يقفشني فنزلت جري. يلا يلا، حصل خير واللي اتكسر يتصلح. نرجع بس وادهن لك احسن دهان من اختراعاتي. اختراعاتك؟ والله ومتجرب كمان، دهنته لحمار الحاج عزت، رجع رفص وبقى زي الفل. تصدق انا حمار فعلا عشان مشيت وراك. انا غلطان، كان زمانك محبوس فوق دلوقتي وشغال طباخ واهواجي العطوه المعفن. طب كريم بقول لك ايه، هو انا دايخ ولا بيتهيألي ولا ايه بالظبط؟ بيتهيألك ايه؟ اننا بنتحرك. تصدق؟ ولا مؤاخذة بقى، انتوا وقعتوا هنا مع الزبالة ولا الربابيك؟ يا فبركة فبركة. ايوه مساء الخير. انا انت الست شيرين، وهل يخفى القمر؟ انا بقى صباح طباخة ومديرة هذا المنزل ومتابعتي ومن جمهورك والله. شكرا يا صباح، والله كويس انك عارفاني اساسا، وحلوة اللغة العربية دي. امال تعليم الست منيرة نافورة اللغة العربية اللي مغرقانا في اواعيدها ليل ونهار. لا برافو عليك يا صباح، شكلك لهلوبة وبتلقطي بسرعة. امال ده انت لو قعدتي معايا هتكتشفيني. ماشي هنشوف. يا اهلا يا اهلا، متشكرة قوي، ربنا يخليكي. حضرتك أكيد طنط منيرة. لا يا حبيبتي، أنا طنطك منيرة أنا، بس إحنا من ساعة رامي اتخطف والجيران والعيلة طبقين على نفسنا كده زي ما انت شايفة. المهم سيبك، انت منورانا يا حبيبتي. ايه القمر ده؟ ميرسي يا طنط، حضرتك اللي قمر والله، واكيد برضه لمة العيلة والجيران دي من حب الناس. حب من طرف واحد يا حبيبتي. وحياتك يا شيرين، طنطك منيرة دي لولايا عليها كان زمانها انهارت. مش هي وبس، لا دي العمارة كلها. واضح. امال لا شوفي، هما ما يستغنوش عني. بصي بقى اعرفك بنفسي، انا شكران رئيسة اتحاد الملاك وادمن جروب العمارة والمتحدثة الاعلامية باسم سكان العمارة. هبقى ابعتلك صفحتي عشان تتابعي عليها كل اخبار العمارة. لا انا هنا مسيطرة جدا، ما تفوتيش
تموتنيش دبة النملة. من اتجوز، من طلق، من خلف، من ناوي يخلف، من صغرت مناخيرها، من كبرت أشياء. كل الأخبار هتلاقيها عندي فقط وحصريا. ما شاء الله حضرتك عاملة شغل جامد قوي يا مدام شكران. ناقصك تعملي قناة للعمارة. وجيت فوتني، أنا في صدد عمل قناة على اليوتيوب. صدد؟ جبتيها منين صدد دي يا شكران؟ ده أنت دخلتي تدبير منزلي بدرجات الرأفة. يا أختي سمعتها في النشرة عجبتني. الله، قلت أسرقها بقى. أنت هتقفلي على الواحدة ولا إيه؟ المهم بقى يا شيرين، ولا أقولك يا شيري؟ أنت تقولي اللي أنت عاوزاه. ماشي يا شيري. بصي بقى، أنا صحيح من بره تدبير منزلي، بس من جوه امرأة مثقفة في طريقها للشهرة والنجومية والأموال والمجد. أوبا، ده أنتم مجاورين نجمة. آه نجمة فعلا. طب ما قاش الأوان يا نجمة ندخل الغلبانة اللي متذنبة على الباب بقالها ساعة بتسمع قصة حياتك دي. يا أختي ما تدخل، الله حد حيشها. وبعدين ما أنا كمان داخلة معاها أهو، أنا جعت قوي. ما تحطوا الأكل بقى، خلونا نتغدى في اليوم ده. صبرك اجرى ايه؟ هتفضلوا متنحين كده ولا مؤاخذه بقى؟ انتوا وقعتوا هنا مع الزباله ولا الربابيك؟ يا الاجابه مواسير. لا لا، هو مش قصده، قصده ان انا عمال، يعني كنا بنسلك المواسير. مين دول اللي عمال؟ انت اتجننت؟ رامي الزعبلاوي بيسلك مواسير؟ لا، بيخرط بصل لعطوه. تعرف تسكت؟ اسكت ايه؟ انا بعترت على الاخر. بتنجز منك ليه بقى؟ الله، المقاوله دي بكام؟ حضرتك هتنقلنا احنا شخصيا لمصر الجديدة. هندخل شارعنا على عربية كرو وبهدوم مقطعة. لا، كلم الست جوليا تجيب لنا بدلتين سينيه من بيروت ندخل بيهم الشارع. تنجز منك ليه بقى؟ الله، المقاولة دي بكام؟ 25 جنيه واتكل على الله يا حاج. 25؟ ايه؟ انزل يالا منك ليه يالا، انزل بدل ما معاكم مصر الجديدة اشلاء. هدي اخلاقك يا اسطى. معلش معلش، عيل عبيط ومش فاهم في الاسعار. ده عيل اخطر. مين ده اللي عبيط واهطه؟ انت هيكون مين يعني؟ خلصونا اليوم هيضرب. اخلصوا. معلش انا هرضيك عليا ب 30 جنيه حته واحده. مبسوط؟ 30 جنيه فز انزل منك ليه؟ ما شوفش خليتكم تاني في المنطقه، وابقوا روحوها سيرا على الاقدام. يلا شي يا اسطى. يا اسطى استنى يا اسطى. يا اسطى استنى بس، الكلام اخده وعطى. يا اسطى صبرك صبرك. انا اول مره اعرف ان الحمار سريع كده. اديك عرفت. لا بس الحمد لله لحقناه. بس بعد ما جرينا حافين وراه. انا مش مصدق اللي بيحصل لي ده. كان نفسي بس يبقى معانا موبايلاتنا اللي قلبها عطوه الزفت ده. كان نفسي اوثق المأساة دي عشان ينال اقصى عقوبه. توثق ايه؟ توثق جرينا في الشارع ورا الكار وحافين بعد ما ادى الحمار واحده شي طيارتنا، ولا توثق نومتنا في الزريبه وطن البصل اللي خرطناه؟ الحقيقه كنت عايز اوثق كل ده، بس مشكله ان ده كان هيأثر على شكلي قدام المعجبات. معجبات؟ الله يرحم، الله يرحم ايام ما كنا بنكرمش لعبده 10 جنيه عشان يشغل برنامجك في القهوه ويشهرك. ايه يشهرني دي؟ انا كنت بعمل كده عشان زباين القهوه يستفيدوا من المعلومات اللي بقولها عن الحيوانات، زي فردوس مرات عطوه كده استفادت وعملت مزرعه. صح، قام عطوه قفش عليها فخلعته بسببك، فهددك بالقتل وخطفك وخطفني معاك فوق البيعه. ارجع بس انا وهتبرى منكم كلكم. تتبرى مننا؟ ده انت بتسمع اسم سلمى بتدعي ولا على عيني. لا حبيبي خلاص، انا هسمع كلام عمرو دياب. وانت تعرف عمرو دياب؟ طبعا. وقال لك ايه بقى عمرو دياب؟ انا مش هضعف تاني قصادك، انا مش هرجع بص ورايا. قربك عندي زي بعادك، يعني خلاص مش فارقه معايا. الله الله، انا عايزك كده تقف قدام سلمى اول ما نوصل تقول لها الكلمتين دول. عادي يعني هخاف مثلا؟ هنشوف. لا احنا من ناحيه هنشوف ابوك لما يعرف انك برشطت على جوليا وخليتها مديره اعمالك وبترسم عليها دور الحبيب. هو يعني اتجوزها؟ وبعدين جوليا دي ما تتسابش الحقيقه. كمال، شياكه، رقه، تتلاقي متبهدله بين القناه وعبد الحميد وفردوس عشان ترجعني، بس بنت جدعه كده وتتحب. وصلنا يا عم الحبيب منك ليه؟ ولا عجبتكم نومه الكارو؟ يا نهار اسود، احنا في شارعنا. كريم، هنطلع ازاي العماره؟ ماليش فيه، انا هستنى تطلعوا تجيبوا لي ال 500 جندي. 3 دقايق زادوا ثانيه هتتعلقوا على اطول عمود نور في المنطقه. حاضر حاضر، يلا رامي. لا حدق، رامي ده هيفضل معايا رهينة لحد ما تقبضني. ليه انا؟ ما تاخده هو. خلص الكلام، يلا. صبرك صبرك.
مش ممكن، ضيوفكم كتير قوي يا منيرة ومش باين لنا غدا النهاردة. عشان كده المفروض كل واحد يتغدى في بيته. افتح يا صباح. حالا اهو. يا لهوي دكتور كريم، ايه اللي شحورك كده؟ يا ست منيرة، يا ست سميرة، يا ست سلمة، يا استاذ شفيق، دكتور كريم رجع ومتشحور. الله يخرب بيتك يا صباح، لميتي عليا العيلة كلها. امال مش هفرحهم وتفضحيني؟ طب دخلينا استحمى الاول وغير هدومي. ابني حبيبي الحمد لله على سلامتك يا قلب ماما. ماما الله يسلمك. كريم انت كويس؟ الحمد لله، يعني حاجات بسيطة كلها زي ما انت شايفة كده. واضح انها بسيطة، يعني محتاجة شوية صنفرة ودوكو ويترد على البارد، بس المهم بقى انه رجع بالسلامة. الحمد لله على السلامة. كده كده يا حبيب ماما بهدلت هدومك؟ عمر البقعة دي ما هتطلع من الابيض ابدا. ابيض ايه؟ ابيض ايه وبهدلت ايه يا ماما؟ انا كنت مخطوف يا حبيبتي، مش بلعب في الطين. يا اختي بهدل براحته، المهم انه رجع لنا بالسلامة. ها يا حبيبي رامي طلع وراك على السلم؟ اكيد يا طنط، الحمد لله على سلامتك يا دكتور كريم. انا شريد رئيس التحرير برنامج رامي. اهلا. هو فين؟ هو في ايه؟ بالك مبلم كده ليه؟ رامي يا اخويا انطق بسرعه، انا طالعه لايف. ده ايه المرار ده؟ لايف؟ ضعت يا رامي. كلام الفلوس، كلام الفلوس. ها يا حبيبي رامي طلع وراك على السلم؟ اكيد يا طنط، الحمد لله على سلامتك يا دكتور كريم. انا شيرين رئيس التحرير برنامج رامي. اهلا. رامي ابني فين؟ بالك مبلم كده ليه؟ رامي اصله يا اخويا قول انت بسرعه، انا طالعه لايف. لايف؟ لايف ايه يا وليه؟ ضعت يا رامي. ضع انت ضع ليه؟ يعني ايه يا ابني؟ ايه اللي حصل؟ فهمنا. اصل ايه؟ لا ما تعمليش زي امك وترمي الكلمه وتسيبني الف حوالين نفسي ومخي يجيب ويودي. رد عليا، رامي فين يا ابني؟ انت سيبت ركبنا يا اخويا. انت بقى الفولورز بداوا يتجمعوا وعمالين يسالوا. يا جماعه اهدوا شويه، كريم بيرتبك من الاسئله الكتير واللمه دي كلها. يا اخويا هو في احلى من اللمه؟ ده انا لحد دلوقتي لمه 300 متابع على اللايف اهو، بس لو فضلت ملتزم الصمت كده هيطيروا مني. فانطق بقى. الله انت بلعت لسانك ولا ايه؟ هو ايه اللي حصل لك بنتي يا سلمى؟ بيشتغل منين خطيبك ده خليه يتكلم يا بنت؟ أعزائي متابعين شكراً في كل مكان، وكما وعدتكم بكل ما هو جديد فقط وحصرياً هيكون عندي أنا وبس، وهو احنا يعني نازلين نجري على السلم زي ما انتوا شايفين كده علشان اوريكم المفاجأة اللي طال انتظارها. ومعانا القمر شيرين طبعاً كلكم عارفينها. شيرين اعملي باي باي بسرعة للفولورز، بس اوعي تزحلقي. باي. خلي بالك بس لا تقعي وانت نازلة. مين دي اللي تقع؟ شكراً مالتي تاسك. وكما ترون أعزائي المتابعين حتى الأسانسير ما أخدناهوش، ونازلة جارية على السلم عشان أنقل لكم مباشرة اللقاء الأول بين رامي وعيلته بعد ما هرب من المجرم اللي كان خاطفه هو وابن خالته كريم. يا طنط شكراً، أبوس إيدك، أنا ما بحبش أتصور وأنا مستحمي، تقومي تصوريني كده. أمال عشان أرصد الواقع. يا رب الواقع يكعبلك يا شيخة. يا ست ارحمي اللي خلفونا، واسعي من قدامي وقفلي الهباب ده بقى. على مهلك يا منير، على مهلك. جبت الفلوس عشان حساب العربجي؟ جبتها، ما تخافيش. أنا معايا فلوس يا أنكل ما تقلقش. والآن حانت اللحظة الحاسمة اللي كلكم استنيتوها، اوعوا تروحوا في أي حتة والله أزعل. يا نهار اسود، الله يخرب بيتك يا كريم الكلب، ده العيله والعماره كلها جايه، اروح فين واجي منين؟ والنبي عم سيبنا اهرب بسرعه قبل ما يقربوا. حركات التلات ورقات دي مش عليا، انت مش هتتنقل من هنا غير لما اخد فلوسي على داير مليم. يا سيدي ما هو كريم جاي اهو بيعدي الشارع، واكيد جاب لك فلوسك على داير مليم. اخرس يالا وما تصلنيش، يسلم ويستلم، انا عندي كلمتي. طب اغطي وشي ولا اهرب ولا اروح فين بس؟ اترزع في مكانك ما تتحركش. ألف نهار أبيض، يا ألف نهار مبروك، حمد لله عالسلامة يا جاي من السفر، وحشانة الابتسامة وشك ولا القمر؟ مخبي وشك ليه يا أستاذ رامي؟ ده أنت وحشتنا قوي. انصرف يا صباح انصرف، الله يخرب بيتك. رامي رامي
يا حبيبي، حبيبي يا نور عيني، حمد الله على سلامتك يا قلب ماما، حمد الله على سلامتك. أنا مش مصدق أنك رجعت لي بالسلامة يا حبيبي. حبيبتي يا ماما، حبيبتي، أنا كمان مش مصدق كده يا كريم كده. وأنا مالي، أمك السبب. وأخيرا وصلنا للحظة الحاسمة، للقاء المنتظر فقط وحصريا مع لايف شكران. هتشوفوا لقاء رامي الزعبلاوي مع أسرته بعد هروبه مع ابن خالته من براسن المجرم الخطير عطوة البلطجي. أي نعم، ما كناش متوقعين إننا هنشوف رامي الزعبلاوي في يوم من الأيام نايم على عربية كارو وسط كياس الزبالة، حافي ومعفن وبجامة كاستور مرقعة ومقيحة، بس دينا شفناها. يلا بسرعة ادخلوا اتفرجوا عليه قبل ما يستحمى وينضف، واللي بيتفرج يعمل شير عشان الباقيين يتفرجوا. يتفرجوا على ايه؟ يتفرجوا على ايه؟ بصوا ادخلوا اتفرجوا على شكران، وانا بدبحها لكم لايف. يلا ادخلوا. شكرا كده حاف، عيب قوي يا رامي يا حبيبي، ده انا زي امك. امه فقشر ليه؟ هو انا في سنك؟ امي ايه ده، انت جرستيني. بقولك ايه، هاتي الموبايل ده، هاتيه. لا لا، كله الا الموبايل. خد نضارتي، خد البنيه، خد كل الحلل والصواني والبنيه، خد كل ما املك، بس سيب لي الموبايل. اسيب مين؟ وادي الموبايل. لا صبرك صبرك. ايه طنتك شكران فات ولا لسه؟ فات مين؟ دي بتكلم نفسها. حرام عليك يا رامي والله، ده انت حدفت لها الموبايل تحت العربيات بقى فتفيد. حرام ايه؟ احمدي ربنا اني ما حدفتهاش هي شخصيا، ورحمت العماره والشارع كله من لايفاتها وحشريتها وزنها. يا ساتر، معاك حق يا حبيبي والله. سيبك من شكران وزنها دلوقتي، ايه اللي شلفتك كده؟ ابدا، عطوة كان عامل لنا حفله تنكريه على الضيق كده يا بابا. هيكون ايه اللي شلفتني يعني؟ وعب مخطوف في زريبه، طبيعي يبقى شكله كده. ودي كانت حفله تنكريه في حله بصل ولا ايه؟ ما هو اصل المين كورس كان كشري الحقيقه، خفيفه قوي قوي، دي حاجه ما يختلفش عليها اتنين. ثانيه واحده بس اجمع، هو انت ايه اللي جابك هنا اصلا؟ يعني نازله مع اهلي من البيت وراجع معانا على البيت وقاعده كده براحتك وبتتكلمي، مش فاهمه انا ايه العشم ده. انا اصلي صاحبه بيت ولا ايه يا طنط منيره؟ طنط منيره؟ امال شيري دي صاحبه بيت وصاحبه فضل وشهامه وجدعانه، مش موجوده في رجاله بشنبات. يلا بينا حبيبتي عشان نحضر السفره سوا، على مرامي وكريم ياخدوا دش كده ويجهزوا وينضفوا. هو ايه اللي انا سمعته ده؟ انت سحرتي لامي ولا عملت لها عمل؟ دي ما بيعجبهاش العجب، يعني برشطتي على البرنامج وكمان على البيت. ايه برشطتي دي؟ صدق انك ما تستاهلش كل اللي عملته علشانك الفتره اللي فاتت دي كلها. انت فعلا تستاهل عطوه والزريبه والبصل والبيجامه القسطور المرقعه دي. صبرك روق روق، اهدى اهدى يا عبد الحميد، اهدى. اهدى ازاي بس يا جوليا؟ انا دم فاير، انا هموت من ولية الحشرية التلمة العقربة اللي اسمها شكران دي، عاوز اروح اطبع في زمرة رقبتها. ضيعتنا وحرقت لنا الترند، مش كنا احنا اولى بيه؟ نصوره كده وهو حافل قدمين وبجامة معفنة وقاعد على العربية كارو، ونجمع مشاهدات ونصنع ترندات ونلم الارشينات. والله العيب مش عليا يا حبيبي، العيب على الست شيرين. يعني المفروض ان رئيس التحرير برنامج وصناعه محتوى بروفيشنال وبتفهم كتير منيح انه هيك خبريه مش مسموح تتفوت ابدا. شيرين، هي شيرين، اشوفها بس واحسبها معايا هيكون عسير. لو ايه طلع في اللايف بتاع شكران وواقفه منشكحه قوي بسلامتها. مبين عليا صارت صديقه العيله على حساب موضوع خطف رامي. يعني ايه صاحب العيله وانا اطلع من المولد بلا حمص؟ لا وألف لا، مش عبد الحميد اللي اتقرطص ده، انا اللي جبتها القناة واديتها مرتب ما تحلمش بيه وما خدتوش في اي قناة في مصر. تبعني؟ ماشي يا شيرين ماشي. عبده هيدا الشي متوقع من بنت مستهترة مثل شيرين، هيدا ما بيعني لها مصلحة البرنامج ولا القناة اصلا. امال بيعني لها ايه ان شاء الله؟ بيعني لها رامي وبس. طيب تستلقى وعدها مني بقى هي وصرامي. صبرك
والنبي ما انت ماشية يا حبيبتي، هو بس تلاقيه متنرفز من اللي حصل له، ما هو برضو اللي شافه من شوية يا شيرين. أيوة يا طنط، بس بعد اللي حصل له المفروض يقدر ويفهم أكتر. لا مين ده اللي يفهم يا حبيبتي؟ بعيد عنك، فهمه تقيل زي أبوه. بس ما تقلقيش، أول ما يستحمى كده وينضف وريحة البصل تطلع منه هيفوق لنفسه ويفهم، والغباء اللي نزل عليه فترة خطفه دي هيروح خالص في الغسيل إن شاء الله. يروح بقى ولا ما يروحش، أنا ماشية وخليه يجلس عشان الحلقة. أنا مش هطلع مكان حد النهاردة في البرنامج، يا ريت يكون سمعني كويس. بس يعني إيه؟ يعني بما إنك رجعت تطلع أنت ببرنامجك النهاردة، وبالمناسبة البرنامج باقي عليه نص ساعة، فأنا رأيي تطلع فيه زي ما أنت كده بعبلك. بعبلي؟ لا 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 لا، أنت إيه؟ أنت أكيد متواطئة عليا مع شكران أو مع عطوة وفردوس، ما هو مش طبيعي تستندلي معايا في موقف زي ده، أنت أكيد قصدك. آه أنا المتواطئة، أنا السيئة الشريرة في رواية حضرتك، ارتحت؟ يا شيرين يا بنتي استهدي بالله. لا يا أنكل، أنا خلاص جبت آخري من رامي. ولك يا رامي، أنا مستقلة من البرنامج. برنامج إيه؟ أنا مستقلة من القناة كلها، ابلعها أنت وجوليا وعبد الحميد. الله يخرب بيت جوليا دي اللي من يوم ما دخلت حياتنا تقندلت. ايوه ايوه، ده ايه اليوم اللي مش فايت ده يا ربي؟ جود ايفنينج مستر رامي، صوري يا جوليا. جوليا؟ جوليا لا، ما تصوريش ما تصوريش يا جوليا. استنونا بكرة وحلقة جديدة من فبركة مع النجم أحمد حلمي، إنتاج TMS للإنتاج الفني، إكزيكتيف بروديوسر أحمد سمير رجب، بروديوسر نوران نصار، شارك في التمثيل لبنى الشيخ، عبير الدمراني، موسيقى وكلمات وغناء باند 404، مخرج منفس نهى عبد المنعم، مخرج مساعد آية حفظي، هندسة صوتية ومكساج أمونيوس. تم التسجيل في استوديوهات ويف. تأليف نوران نصار، إخراج صفي الدين حسن.